بنتيجة 0-0 تعادل سلبي بين الأهلي وغزل المحلة بعد شوط أول دون المستوى. هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن أحداث الشوط الأول مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الشوط دون المستوى ومع ذلك كان ممكن نترجم بعض الفرص اللي جات لنا الاهداف. هو الحقيقه في ضغط طبعا واضح من النادي الاهلي وهو الاكثر استحواذ، ولكن الشكل التنظيمي جوه خط 18 او من تدعيم وسط الملعب للمهاجمين انا حاسس مش عشوائي يعني، بس مفيش تنظيم يعني. حتى الباص الكتير في ميز باص كتير جدا يعني، قفشه اول مره في حياتي اشوف كميه ميز باص دي. جيرالدو يعني مش عارف اروح فين، كرة في خط الستة بدماغه، لازم يبقى اكثر تركيزا عن كده. ده الكلام اللي انا قلته لك قبل ما لو كان في صلاح محسن موجود في الحته دي والتدعيم الهجومي ولعبنا باتنين فراوده كنا لازم نخلص من بدري بدل ما احنا نتسرسب كده في الوقت. ان شاء الله ممكن نشوف الكلام ده الشوط الثاني. كابتن علاء، نتيجه غير مرضيه للنادي الاهلي. هو انا هطلع بس من النتيجه غير مرضيه دي، وعايز بس على طاهر محمد. طاهر خارج من الـ من الـ الـ القائمه كلها. طاهر حاسس بسخونه جامده بعد ما اخذ حاله الملاريا ورجع من البيت كان سخن، عشان بس الناس تعرف ان هو طاهر كان بره. ايوه من الشفاء. لكن هو شوط على قد ما هو مش مستواه مش عالي قوي، لكن كان ممكن تخطف هدف. مظبوط، كان في كره عاليه معلول عاملها حلو قوي بالعرض. لكن الحاجه الواضحه قوي النهارده في الثلث الهجوم في النادي الاهلي التنظيم صح. مش كويس صح. زحمه دايما زي ما كان كلم كابتن شريف، زحمه الاماكن زحمه قوي، مش واخدين العرض كويس قوي. لكن لازم بعد كده الفرصه اللي تيجي يعني، اصلا فرصه جيراردو كان لازم يخلص الشوط ده. انك انت المباراه دي كلها ايمن انت عايز هدف. مزبوط. هدف كل اللغز اللي احنا فيه ده هيخلص ان شاء الله ممكن يحصل الشوط الثاني. كبسامه، ممكن نشوف تغييرات مبكره الشوط الثاني؟ هو يمكن موسيماني عملها المره في المباراه اللي فاتت، لكن اعتقد برضه هيصبر شويه 10 دقائق كده ولا حاجه. لكن اضاعه فرص سهله جدا من النادي الاهلي رغم ان الشوط مش على ما يرام. يعني كابتن هاني، عدم وجود مستر موسيماني على الدكه النهارده هل بيأثر على لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد لا، يعني النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده دي كلهم كباتن كبيره ولاعيبه كبيره جدا، وانا شايف ان برده النهارده في كام نقطه سلبيه بصراحه. في النهارده كابتن يعني الحاجه الاساسيه ان في الخط الهجومي في عدم انسجام واضح من المباراه اللي فاتت، مش المباراه دي بس، في دربكه في الخط الهجومي بالنسبه لنا، كهربا ومجدي قفشه ومحمد شريف وجيراردو، احيانا في عدم انسجام واضح جدا. اعتقد ان لازم يبقى في تغيير ما بين من الراجل الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. طبعا الفرص اللي اتكلمنا فيها والكابتن اتكلم فيها ان شاء الله نستغل فرصه من الفرص دي باذن الله تفتح الماتش ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الثاني. ارجوكم انتظرونا.